يمكن ابتدي مع سيف الاول عشان طبعا انت والدك نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، ويمكن الجينات برضو على فكره بيبقى ليها دور. فيعني ما شاء الله انت واخد نفس جسم والدك، نفس طريقه لعبه الحماسيه. كلمني عن البطوله، واول ما اتقال انت اسمك في المنتخب وداخل المنتخب عملت ايه؟ يعني لما قال اسمي في المنتخب طبعا انبسطت، بس برضو فكرت فيها لا يعني لسه في شغل كتير لازم احسنه واتمرن جامد ومش عارف ايه وكده. وطبعا يعني مع المعسكرات وكده بدات احسن اكتر واكتر واكتر. وانا بصراحه كنت يعني واخد البطوله جد، يعني اللي هو ما كنتش عايز تطلع بره، يعني كنت عايزها، يعني بطوله افريقيا انا كنت محتاجها، وعشان يعني ليها اسم برضو، بتبقى يعني بتبقى حاجه حلوه كده في سني ابقى اخد واطلع كاس عالم وكده. طبعا في السن ده اكيد كويس. فبس يعني انبسطت لما جيت اخدها. وطبعا كلنا تعبنا واتمرنا كتير، وطبعا زي ما حضرتك عارف طلعنا اللي هو في صربيا ده، اللي هو كانت يعني بيجهزونا لافريقيا. معسكر في صربيا. فاحنا اتمرنا كتير قوي، وكنا يعني وبرده في طبعا انبسطنا وكل حاجه، بس برده كان وقت الجد كنا ما بنهزرش ودايما بنكسب. وطبعا زي ما حضرتك عارف طبعا كان ما بيننا ماتش وماتش مالي. صحيح. انتوا في المجموعه خسرتوا في المجموعه. خسرتوا كان المجموعة. كان هو ماتش كان ماتش جامد جدا. خسرنا اول ماتش كنا لسه مخضوضين عشان الطول والجسم برضو اجسام وكلهم بينطوا. فاحنا بالظبط يعني على التاني ماتش كده يعني هم قالوا لنا كده بالظبط الجاز، احنا مش فارقه معانا نكسب. هو كل ده ليكوا، احنا كده كده يعني احنا كده كده رايحين كاس عالم. بس هو طبعا ليك، طبعا انت عايز تاخد اول افريقيا ويبقى ليك اسم ومش عارف ايه كده. فاحنا طبعا كنا مركزين طبعا من ساعتها، ودخلنا الماتش ما عملناش ولا اي ستريس، يعني مش علينا اي ستريس. ونزلنا وادينا بمجهودنا والحمد لله. يعني مباراه حماسيه جدا، وانت بالذات كنت حماسي جدا في المباراه، وشفت لك لقطات حماسيه. اروح لك يا كريم، يمكن برضو نفس الكلام، ايه اللي حصل؟ قول لي يعني انت لما جالك جواب بيستدعيك للمنتخب، ايه الشعور بخاصه الاول منتخب ليك؟ ده طبعا والله، وكان شعور يعني ما يتوصفش. احنا تقريبا من شهر 5 واحنا في معسكرات مغلقه مع المنتخب، بنشوفش اهلينا، بنشوفش اي حاجه، يا دوبك يعني كنا بننزل يوم او بالظبط اللي هو نغير بس لبسنا ونرجع تاني على معسكر مغلق. ماتشات وديه طبعا عشان نبتدي نخش في اجواءها، وزي ما سيف قال طلعنا معسكر مغلق في صربيا. باسكت هناك حلو قوي. هم عندهم باسكت بصراحه على مستوى عالي جدا. لعبنا هناك بطل الدوري، ولعبنا منتخب الاصغر مننا، ولعبنا منتخب اللي في سننا. والله كسبنا اول ماتشين، وبعد كده منتخب اللي في سننا ومتصنف السابع على العالم، ده طبعا حاجه كبيره جدا. الحمد لله طلعنا معاهم 8 بونت، بس خسرنا فريق 8 بونت. عارف لو لعبناهم تاني نكسب. باذن الله. كنا بنكسب الاحتكاك. لا عارف كنا نكسبه. يعني احنا انت حضرتك لو كنت يعني لو حضرتك كان عندك يعني الارقام بتاعت الماتش، احنا يعني كنا كسبانين الفرق الاول، الكورت الاول والثاني فرق سكور. هم جم جابونا بالثالث والرابع. خبرات بس. خبرات. طبعا اللعيبه محتاجه احتكاك، وهو هم كمان يعني ما شاء الله الباسكت بتاعهم يعني اكيد صربيا وكمان صربيا. منتخبات جامده جدا. طب قول لي، وانتوا يعني اكيد فوز البطوله ده يعني كان حاجه طبعا ليه طعم تاني خالص. طبعا حاجه يعني كبيره قوي في السي في طبعا. ده احنا قسم من واحنا من اول معسكر واحنا حاطين هدفنا طبعا، ان احنا اول هدف نصعد كاس عالم، تاني هدف ان احنا ناخد البطوله، تالت هدف نعملها لاول مره في تاريخ مصر ان احنا نصعد اول دور الثمانيه.